إلى الخبر الأبرز عالمياً، حيث الإعصار ساندي اجتاح السواحل الشرقية للولايات المتحدة ليزيد أعباء الاقتصاد الأمريكي الراسخ حتى اليوم تحت أعباء الأزمة المالية اللي بدأت بال 2008. منتابع تقرير يلقي الضوء. بالوقت اللي ما زالت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بدأت أواخر العام 2008 بتلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي الأمريكي، اجتاح الإعصار ساندي السواحل الشرقية للولايات المتحدة ليحمل الوضع الاقتصادي بهالبلد مزيد من التعقيد. وتكبد هالاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات بسبب هالاعصار اللي عطل كافة تشكيل الحياة بالساحل الشرقي للبلاد وتحديدا بولايتي نيويورك ونيوجيرسي، واوقف النشاط الاقتصادي بما في ذلك اسواق الاسهم والسندات وعطل حركة المطارات. والاعصار ساندي اللي اثر على حوالي 60 مليون شخص ادى لالغاء اكثر من 12 الف رحلة جوية كان يفترض انه تغادر الولايات المتحدة او توصل الى او تمر بمطاراتها، مما بيحمل قطاع الطيران خسائر قد تقدر بحوالي 700 مليون دولار. كما وتسبب ساندي وبحسب التقديرات الأولية ولها اللحظات خسائر مباشرة بتوصل ل 7 مليار دولار، إلا أنه هالخسائر ممكن تتراوح بنهاية الإعصار بين 15 و 20 مليار دولار. أما مع احتساب الخسائر غير المباشرة لهالإعصار مثل تعطل الأنشطة التجارية وبعض الانعكاسات الأخرى، فالخسائر الإجمالية ممكن توصل لحوالي 45 مليار دولار. ومن جهة أخرى قدرت عملية إعادة إعمار ما دمروا ورح يدمروا ساندي بين 15 و 20 مليار دولار. ولكن ربما وبمكان ما ولها الأعصار بعض الإيجابية على الاقتصاد الأمريكي، ليصح القول لا تكره شيئا لعله خير، حيث كشفت بعض الدراسات أن الأعصار ساندي رح يأمن ما بين 15 و 20 مليار دولار لسوق العمل بالولايات المتحدة، لكون عملية إعادة إعمار ما دمروا ورح يدمروا رح تحتاج ليد عاملة وشركات مقاولات ومعادات جديدة ومواد بناء، مما ممكن يساهم نوعا ما بتنشيط الدورة الاقتصادية بسوق العمل الأمريكي. وبالنهاية كل ما يجب فعله اليوم هو انتظار مغادرة هالأعصار الأراضي الأمريكية لينكشف حجم الدمار وتبدأ السلطات بتقييم الخسائر والانكباب على عملية إعادة الأعمار.